يلا لك عمار طلع بقى خلصني، بدنا نربي لهذا السافل ابو قرعه. الحمد لله على سلامتك يا با، هذا خير ربك. الحمد لله على سلامتك يا ابني. الله يسلمك. انا اللي لازم زورك، ما في داعي تعذب حالك وتجي. الله يديم المعروف بيناتنا. امين يا رب امين. عص حمار الليل لانه ترك العم حسن لحاله. شكري. شو بنا يا رجل؟ اللي صار مو ذنبك انت. شكري، هن اللي حطونا براسهم بالاول، يعني شو ما عملت ما راح تمنعهم، والله ما كاتب لك تتأذى. طلع فيني، اذا راح تضل زعلان هيك ما راح نقدر نحل شيء. هلا صار وقتنا نحن لحتى ندفعهم الثمن. سمعت؟ سمعت يا اخي. ايه ما في، الحمد لله على السلامة. ألف الحمد لله. إيه اسمحوا لنا بقى إذا هيك، خليني أشتغل شوي بالدعوة، لسه طريقنا طويل. تسلم يا شامل بيك، الله يوفقك، تعبناك كتير معنا، منشوفك. الله معك يا شامل. يلا يا بقى شرفوا شرفوا. لك أنتوا تفضلوا، مو أنا شوفيركم. بنطلع يلا سوق. هلم الشباب. الأماني. يسلموا. ايه شو بدنا نساوي مشان ابو قرعه؟ باول فرصه بدنا نروح نشوفه، باول فرصه بدنا نفاجئه. هذا هو عنوانه. مثل ما فاتوا على ارضنا وضايقونا، راح نفوت على ارضهم وندفنهم فيها. لنشوف يابا، خلي هالزفت كروانجي اغلو يعرف مين نحن. طيب وبعدين؟ شو يعني بعدين؟ فرضا دفنت الأقرع بمحله، شو بعدها؟ هي لا في قبلها ولا في بعدها، المهم ما يروح دم العم محسن هدر. محسن بسبب مين انقتل برأيك؟ شلون يعني؟ محسن راح بسببك يا ابني. راح بسببي؟ لشو هالحكي هلا؟ الصبر والانتقام ضدين، يعني لو ما اخترت الانتقام وهجمت على كروانجي أغلو كان هالختيار المسكين قاعد هلا مع عيلته. بس يا عمي هدول الكلاب قوصوني ودفنوني وانا عايش، وما كفاهم كل شيء عملوه، لهلا لاحقيني وبدهم يقتلوني. يا اولاد الغضب بيجيب الغضب والدم بيجيب الدم. الشهامه الحقيقيه مو بالانتقام او الشر، هي انه يتحمل المه. شلون بيتحمل الانسان المه اذا الجرح مفتوح؟ هدول بالاول اعتدوا على عرضي وبعدين سحبوا روحي مني. شوف، واحد من كروانجي اغلو بعدك على السجن، وواحدة من كروانجي أغلو خلصتك من هنيك. المعاملة مو بالمثل، الشهامة بينت بهالبنت. الشهامة يكون الواحد عادل ومتسامح حتى مع عدو الأب والأخ اللدود. يا أولاد يمكن صار الوقت لتبدو صفحة جديدة. خلص خلص أنا بساعدك. عمالك حبيبتي. انتبهي. حبيبتي عم يجعك شي؟ لا أنا منيحة شكرا. أنا وعدتك يا روحي رح نسيك الأيام السودة كلها. شي طبيعي كله بينتسى وحتفتحوا صفحة جديدة. يلا أيمن. يلا حبيبتي يلا. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. الله يسلمك. شكرا. الحمد لله على السلامة. شكرا. يلا حبيبتي. شايفة إنك رح تطلعي على غرفتك بدون ما تعتذري عن الكلام اللي قلتيه يا نيرمين خانم. ماما الإنسان بيعتذر، بيقول أنا آسف غلطت بحقكم، ما كان قصدي. أنا ما ظلمت حدا يا ست بلقيس، واثنيناتنا منعرف كتير منيح ليش هالولد راح. نيرمين لو سمحتي. سمعان شو عم تقول؟ وكمان لسانة طويل، كنت عارفي كيف تحافظي على الولد يلي كان ببطنك وبعدين تعي تهميني. هالبنت جنت ودوها على العصفورية.
لا وحياتك يا ست بلقيس، لسه عقلي بيوزن بلد. شو كان لك شغل بغرفتي؟ احكي لي شو، شو كنتي عم تعملي بغرفتي؟ نرمين طلعي ارتاحي. وين رايحة؟ انتي مالك قاعدة ببيتي. ما حسامحك على اللي عملتي فيني ابدا، ما حسامحك. شو ما عملتي؟ ايمن، هالمهزلة لازم تنتهي. نرمين خلص حبيبتي، طلعي ارتاحي. ايمن ساعدك اذا بتريد. ما شو لزوم هالشي؟ ليش عم تعملوا فيها هيك؟ لا تصفي معها فرح، أنا ما ممكن أعمل هيك عملة دنيئة، بس هي عم تتهمني إني قتلت قتلة بلا شفقة. ماشي ماما، المخلوقة سقطت ابنها وتعبانة، أنت كمان حاولي تستوعبيها. هلأ ما أنا منتبه لحالة شو عم تقول، نفسيتها تعبانة. شو بدي أفهم يا فرح؟ شو بدي أفهم من هالتخبيص والحكي الفاضي؟ عم تتهمني بوشي. يلا ارتاحي. ايمن، ما عم صدق يا ايمن، ما عم تدخل بعقلي، كيف ممكن يكون الانسان بلا ضمير؟ نرمين اسمعيني، امي ما انا حقوده لهي الدرجه انه تعمل هيك عمله رخيصه ووسخه. طيب ليش كانت تجي على الغرفه بغيابك؟ كانت توقف جنب هالكومودينا وتقلي ديري بالك تهملي دواكي. ليش يا أيمن ليش؟ لأنها بتحبني كتير؟ شوف كانت هون بالضبط محل الدواء. نرمين يا حياتي، قيمي بقى من راسك هذا الموضوع. أيمن أنا ما عم بظلم أمك، إذا في حدا مظلوم فهو أنا. هي المرأة قتلت ابني، عم تسمع؟ هي قتلت ابني. طيب أنتي ما انتبهتي على القصة؟ ما حسيتي إنه متغير؟ كيف بدي أحس إذا كل يوم كنت عم باخد كمشة حبوب؟ طلعي شفتي نفس الدواء. أكيد غيرته مبارح بالليل وأنا مو هون. رغبية؟ شوفي حياتي، تعي ارتاحي شوي. تعي، بعرف إنك متضايقة ومقدر هذا الشي، بس صدقيني أنا رح أعوضك عن كل شي راح. نسي كل شي سيء مر بحياتك، فكري باللحظات الحلوة بالمستقبل، فكري بحياتنا الجاي. أنا ما رح أسمح بنوب إنه حدا يضايقك أو يزعلك أبدا. أنا بحبك كتير. ليكن اجوا يا جلال، وصلوا. ليش تأخرتي يا ابني؟ خفت عليكن كتير. وصلنا العم عدنان على بيته يا ابني، هلا اجينا. الله يبعد عنك ولاد الحرام. امين يا رب العالمين. الحمد لله على السلامة، والله يخلينا ياك سالي. الله يسلمك. الحمد لله على جبران خاطرك عمي. تسلم يا شكري. أم عمار، العصفورة قالت لي إنه معزومين عندكم على الغداء. رفيقك مستني عزيمة العصفورة، يلا دخلوا لجوا. يلا يلا، شرفوا شرفوا. مسلم يدك يا خالي، كتير طيبين. شكري ليش ما عم تاكل؟ خير بابا، ليش ساكت؟ في مشكلة؟ في أسوأ من الحالة يا ابني، عم تصير جرائم والتقيت بأرضك جثة. يعني بابا شو أعمل؟ هن ما عم يتركوني. طيب يا ابني، انتو شو لكم شغل مع هيك جماعة؟ انتو مافيا ولا شو؟ بابا ليش عم تحكي هيك؟ مافيا شو؟ هدول الكلاب كانوا عم يهددوا لعم حسين، ونحنا جبناه على بيتنا لنحميه، والباقي بتعرفه. طيب هو شو عامل يهددوه؟ هالآدمي الختيار انتو منين عرفتوه؟ نحنا وهالكلاب طلبنا الأرض نفسها، والمرحوم كان صاحبها. يعني قصة طويلة. فهمت، معناها ما جبت المسكين اللي مات لتحميه من شان سواد عيونه. في إلكن علاقة بموته، هيك ولا هيك انتو السبب. وهلأ كيف بدكن تدفعوا دية الزلمة لأهله وأحبابه؟ بابا عم تحكي وكأنه نحن المذنبين. نحن جبناه لنحميه وهنن اجوا قتلوه. يعني
إذا في حدا لازم يتحاسب على هالشغلة بيكون هن مو نحنا، ونحنا بإذن الله بدنا ندفعهم الثمن. دعم عيني فوق. شو خير بابا؟ هاتو. شو اللي هاتو؟ عمار مسدس هاتو. بابا اسمع شو رح اقول، تار ما بيخلص ابدا، الدم بينادي الدم والموت بيجيب موت تاني. شوف يا عمار، هدول مثل قطيع الكلاب، تقتل واحد بيجو عشرة، تقتل عشرة بيجو مية. ما بتروح غير على الابرياء والمساكين مثل محسن. بس انا ما فيني اعمل حالي مشايف. عمار انت مو شرطة ولا درك. بابا انا مو شرطة يعني. شوف يا ابني، انا ابوك وبفهمك، تألمت احترق قلبك، بس هلأ انت عم تغلط. لوين بدك توصل؟ نرمين ما عادت إلك، حاول تنساها. نرمين ما دخلها بابا، شلتها من بالي. عمار ابني، انتقام جرح القلب ما بيتاخد بسلاح، الله ما بيقبل الشي، ما بيصير. فيق على حالك، بدك تكبس على جرحك ملح، بدك تشفي جرحك بنفسك، ما في حل تاني. هات المسدس. انت مو بحاجته يا ابني، عندك قلبك القوي بكفيك. اذا بدك تنتقم من الناس اللي ظلموك، انتقم بقلبك مو بسلاحك.